ونتوب إليك ونستغفرك يا ربنا من ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمدا صلوات الله وتسليمات عليك سيدي يا رسول الله، يا من إذا صلى عليك العبد مرة صلى عليه المولى 10 مرات، رضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة الكرام أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة عن الفساد وأقسامه وأنواعه وبعض الأمور التي يجب علينا أن نتجنبها. الأحبة في الله، الإسلام هو دين المحبة والوئام، هو دين السلام، هو الدين الذي ارتضاه رب العزة جل وعلا لنفسه ولهذه الأمة ولمن شهد بالوحدانية لله وبالرسالة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد نهى المولى سبحانه وتعالى عن الإفساد وأعذر وأنذر المفسدين بأن لهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. فلقد نهى المولى سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فلقد أصلحها رب العزة جل وعلا وعمرتها الملائكة، ثم جعل البشر بعد ذلك حتى يعمروها. ولقد مهد المولى جل وعلا الكون كله لخدمة البشرية، فالواجب على البشرية أن تصون هذه النعم العظيمة بعد أن سخر المولى جل وعلا الأفلاك والأملاك والقمر والشمس والنجوم وكل شيء سخره لخدمة الإنسان. لذلك وجب علينا أيها الأحبة في الله أن نصون هذا الإصلاح ولا نفسد في الأرض بعد إصلاحها. فيقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. المولى سبحانه وتعالى يقول: إذا قيل لهؤلاء المنافقين والذين يظنون أن عملهم مقبول، يقول لهم لا تفسدوا في الأرض، فيقولون إنما نحن مصلحون، لأنهم رأوا الباطل مثل الحق، ورأوا الحرام كالحلال، ورأوا عملهم الزائف كالحق. لذلك سول لهم الشيطان أعمالهم، فظنوا أنهم على حق، وظنوا أن الحق معهم. لذلك ردوا على رب العزة جل وعلا وقالوا إنما نحن مصلحون. والمولى يرد عليهم ويقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون بأن الله عليم بحالهم وعالم بإفسادهم. لا يشعرون لأنهم يعيشوا في الدنيا ويعثوا ويعيثوا فيها الفساد وهم موتى، وكأنهم كالموتى لا يشعرون بشيء وكأنهم كالموتى. ولكن الحقيقة التي يغفل عنها الكثيرين أن الله جل وعلا مطلع على سرائر العباد أجمعين. فقال في كتاب العزيز: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذن هناك أناس يبيعون أنفسهم طاعة لله سبحانه وتعالى ورضاء لله جل وعلا. ومن الناس أيضا من يفسدون في الأرض، فهؤلاء حذرهم وأنذرهم رب العزة جل وعلا. إذن الإفساد في الأرض هو
وضع شيء يفسد على الناس دنياهم. لذلك أحبتي في الله، نرى أن هناك أمور يجب علينا أن نعيها جيدا. من هذه الأمور الإفساد المالي أو الفساد المالي، ويأتي عن طريق الاختلاس أو السرقة أو الرشوة أو استغلال الوظيفة في التربح الحرام أو الإنفاق من الحرام أو الإنفاق في الحرام. كل ده اسمه فساد مالي. الفساد المالي ده من أفظع الأمور اللي يجب على الإنسان إن هو يدرك خطورتها. إن أنت تتعامل بالرشوة، تختلس، تأكل الحرام، تنفق المال بتاعك في الحرام، تمد يدك على الحرام، تطعم أهل بيتك من الحرام، هذا إفساد عظيم في الأرض. الفساد الإداري، وهو استغلال وظيفتك أو المحاباة لأقربائك أو الميل على من لم تعرفهم، ووضع الأمور كلها والمناصب كلها في يد أحبابك وأقربائك، وتقوم بتوظيف كل من تعرفه وتترك الكفاءات، فهذا كله إفساد إداري في الأرض، وهذا عقابه أليم عند رب العزة جل وعلا. وسائل التواصل الاجتماعي منها الكثير من الإفساد. من يخبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. أصبحت وسائل التواصل النهاردة ما بقتش وسائل تواصل، دي بقت وسائل قطع الرحم. أصبحت وسائل تستخدم في كل ما هو مباح وكل ما هو حرام، إلا من رحم ربي. لذلك أصبح من ضمن الإفساد في الأرض وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا بنقول عليها دي. ليه؟ لأنها بتتتبع عورات الآخرين. لأن الإنسان ما بيشوفش ما أحله الله فقط، بل أيضا يأتيه شيطانه ليغتاب الآخرين وليسير خلف عوراتهم، يبقى أصبح وسيلة من وسائل الإفساد وليست الإصلاح، إلا من رحم ربي. الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه باستفاضة في الإفساد، السحر. السحر هو عمل خفي لا يعلمه كثير من الناس، يفسد على الناس حالهم حتى لا يعرف الإنسان هل هو على حق أم على باطل. يبقى السحر ده شيء يستخدمه السحرة للإخفاء أو لإخفاء الحقيقة على الناس، حتى يروا الناس الشيء وكأنه حقيقة وهو خيال. والسحر من الموبقات التي تدخل الناس النار. واليوم نجد الكثير من الناس يعانون من بعض السحرة، ويعانون من الحسد والعجب. ناس كثيرة النهاردة بنشوفها عندها أمراض عظيمة، الناس بتعمل لبعضها أعمال، الناس بتسحر لبعضها، الناس بتحسد بعضها، كل ده إفساد. إفساد حياة الناس. إنك تفسد حياة بنت أو حياة امرأة أو رجل أو شاب، ده أنت بتقتله، أنت بتقتل الفتاة دي أو بتقتل الشاب ده باللي بتعمله. ليه يا أخوانا؟ إيه الداعي إنك بتسحر أخوك؟ إيه الداعي إنك بتعمل عمل لبنت؟ إيه الداعي إن أنت بتفسد حياة المرأة؟ إيه الداعي إن أنت بتتحدى ربنا؟ المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن أحبتي في الله، هؤلاء الذين يتعلمون السحر هم بنص القرآن كفرة، مرتد، كافر، مستحل الدم، يقوم ولي الأمر بقتله مباشرة. الساحر يقتل، يقتل لأنه قد ارتد عن الدين وأصبح كافرا. من يأتي منجما أو عرافا فيصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللي بيروح لواحد من دول ويصدقه يبقى كافر، فما بالك بالساحر نفسه أو المنجم أو العراف؟ ما هو كافر، مستحل الدم. بس مين اللي يقتله؟ أولي الأمر، مش أنت، مش أنت اللي تقتله. يبقى السحر ده أمور خفية وله أقسام، يسمى بسحر الخفاء وسحر الأثر والسحر المجازي. سحر الخفاء وهو سحر هوائي ومائي وناري. سحر الأثر وهو الطلاسم التي تعمل للناس لتقفي آثارهم وليعيش فيه المريض طيلة حياته. السحر المجازي ألا وهو اليد الخفية، الذين يدهنون أجسامهم بمواد معينة لا تحرقها النار، ويجي قدام الناس يقول لك النار مش عاملة لها حاجة ويولع فيها، ما ده بيدهن جسمه بمواد معينة النار ما بتاكلهاش. اللي بيقول لك أنا باكل الجزاز، بجرجش الجزاز، بعمل معرفش إيه، كل الأمور دي أمور سحرية. أنا معرفش بيقتل، طعم الولعة إيه في بوقك، طعم الجزاز إيه في بوقك، يقول لك طعم المعرفش المانجا وطعم معرفش إيه، كل دي أمور والعياذ بالله أمور تعامل مع الشيطان. يأخذ مواد معينة لا تجعل هذه الأشياء تؤثر فيها. فالسحر الأثر هو أصعب أنواع السحر، وقيل بأنه السحر الأسود. ليه؟ لأن السحر بيكفر أول ما يدخل في أعمال السحر. الشيطان يقول له اكفر، إن كفرت هبقى خادم ليك. يكفر يبقى الشيطان معاه، يبقى هو كده يسخر الشيطان. ليه؟ لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. بل مش كده، ده الشيطان يقول له هات كمان ماء الحيض، دم الحيض، وهات كمان ماء البول، واكتب بيها آيات ربنا القرآن. ومش كده وبس، ده يقول له اكتب القرآن بالعكس، يعني يكتب ايه؟ يكتب الله، يكتب الهاء واللام واللام والألف بالعكس، مش يكتبهم عدل زي ما بنكتب. يبقى الساحر بيبقى كافر، بيعمل الأعمال للناس السفلية لأنه بيتعامل مع الشيطان. طب المسحور أو المعيون أو المحسود علاماته كتيرة جدا. نبص النهاردة نلاقي بنت جاية، بشوف بين حاجات ببكي، بنت جاية النهاردة قاعدة وبتحكي، ده أنا بشوف منامات كذا. ما هو ده من علامات السحر، إنك بتشوف القبور باستمرار، إنك بتسمع أصوات باستمرار صاخبة، إن أنت تملي بتحلم بتعابين وبتحلم بعقار وبتحلم بحيات وكلاب وقطط، إن أنت طول عمرك عايش مذلول، إن أنت ما بتقدرش تسمع القرآن، إن أنت على طول في بكاء، إن أنت في نكد على طول، في خناجات على طول، إنك بتقوم من النوم تلاقي جسمك فيه أماكن زرقاء كده أو أماكن كأن حد ضربك عليها، إنك تلاقي ظهرك التلت اللي من تحت خالص تعبان مش قادر تقوم منه، العجز بتاعك مش قادر تحركه خالص،
انك تلاقي الرحم بتاع المراه مش قادر عليه، ما تقدرش انك تضجعها حتى، انك تلاقي بطنك مقلمك على طول، انك تلاقي دماغك فيها صداع باستمرار، كل الامور دي ان تلاقي المراه عندها استحاضه دم نازل عليها الشهر كله. تبص تلاقي الانسان عايش عادي وفي لحظه تلاقيه اتشنج منك، صوابعه اتلفت على بعضيها راح منك ضاع. كل الامور دي علامات سحر والعياذ بالله، سحر مرشوش، بيرشوا لك السحر في ميه، في دقيق، في اي حاجه يرشوه قدامك تخط عليه البنت ولا الواد يصاب. سبحان الله، سحر مشروب او ماكول، يحطوا لك في الميه وتشربه، يحطوا لك في الاكل تاكله، ينزل في بطنك والعياذ بالله، يبقى نار في بطنك طول ما انت عايش على طول، وتروح لمين؟ دكتور يقول لك ما في عندكش حاجه، ده انت سليم، شوف نفسك يا عيني، السحر قاعد في بطنك وفي معدتك مش متحرك، القولون بتاعك مليان من السحر والطلاسم والبلاوي اللي محطوطه في بطنك، سحر مشموم. يحطوا لك في عطر يقول لك خد جزازه عطر حلوه تاخدها تشم منها، كل ما تشم الدنيا تروح منك والعياذ بالله. سحر للنزيف يتعمل للمراه علشان تنزف، المراه تفضل تنزف الشهر كله، تنزل تصفي الدم بتاعها. سحر يتعمل بالعقد، ياخدوا شعر منك ولا ياخدوا هدوم منك ويكتبوا عليها طلاسم وبتاع. سحر تخيل، يخليك وانت ماشي كده تتخيل امور ماهيش حقيقيه، وانت قاعد في البيت تلاقي حد كده جالك نفس عدى من جنبيك، تلاقي الحاجه بتاعتك اللي قدامك اتحركت من قدامك، تبص تلاقي نفسك متخيل لك كده ان في ناس قاعده معاك، البنت تقول لك ده انا في بحس ان في عشق جن، عشق جدني، والواد يقول لك ده في جنيه بتعشقني. ايوه فيه، انا بقول لك مفيش، ايوه فيه، في بنت بتقول لك ايوه في جن بيضاجعني، ايوه في البنت بتقوم محتلمه من النوم بترى الماء او الولد بيرى الماء، ولكن لا 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 يصح ان يضاجع الماء الطين. انا بس عايز اوصلك معلومه ان ربنا جعل من كل جنس زوجين، يعني ما ينفعش يتجوز حمامه اجوزها مثلا لضفدعه، ما ينفعش، ما ينفعش ازوج مثلا ثعبان ذكر ازوج ليه مثلا ماعز، لازم يكونوا من نفس الجنس، فلا يمكن ابدا الماء يختلط مع الطين، النار تختلط مع الطين، ولكن البنت بتحس باحتلام، بتقوم بترى الماء، بتحس ان ابوها الشيطان يتخيلها في صورة اب، ابوها او اخوها اقرب الناس ليها، يتخيلها ان هو بيضاجعها، تقوم من النوم تشوف الماء. الولد نفس الحكاية، تقوم البنت تلاقي ضربات في جسمها، حتة مزرقة من فوق من اول النص ده والتحت كله ده هو، تقوم البنت تلاقي كأن واحد ضربها عليها، او الولد او الرجل. ما هو في ايوه عشق جني للانس، بس ما فيش الكلام اللي احنا بنقول عليه ده، هو المضاجعة والكلام ده، هو بيتخيل لها كده وبيتخيل الواد بنت جنية، ولكن ما فيش حاجة اسمها الطين يتجانس مع النار أبدا. بس في بنت تبقى قاعدة قدامك وتقول لك أنا بقوم من النوم كذا، ده أنا شفته بعيني بيرش المية، ده أنا شفته بعيني بيكلمني وبياخد ود معاه في الكلام، ده أنا ما بقدرش أجي عند زوجي، ده أنا كرهت جوزي عمى، ده أنا عايز أنتحر، ده أنا مش قادر أسمع القرآن، كل ما أسمع أبكي. في عشق جن، في طيب، في سحر، في سحر كتير جدا بيجيبوا يعني الحاجه اثر من البنت ويعلقوها في عربيه وهي ماشيه، كل ما يهتز العمل دوا البنت تروح، بيعلقوه في شواش النخل، بيحطوه في القبور، بيرشوه قدام الباب، كل ده بيحصل. ايوه بيحصل يا اخوانا، كل ده بيحصل لينا ومننا فينا، لذلك السحر يقتل. في دواء عظيم، في ادويه كتيره جدا للسحر، بس احنا يجب علينا ان احنا نرجع لربنا. النهارده البنت لما تقف قدام المرايه عريانه وتتعجب بنفسها، لما تنام شبه عاريه الشيطان يعشقها، الولد الوسيم الجميل اللي بينام عريان الجنيه بتيجي تعشقه، ما هو كده. ما هو ايه السبب؟ ان انا بقول ايه، لا ايه السبب ان في عشق جني؟ ان فعلا البنت بتقف قدام المرايه كتير،
بتجف احيانا عارية كتير، بتعجبها نفسها كتير، بتقعد تصفف شعرها ليل ونهار، ضوافرها معرفش ايه، تجف قدام المراية بالساعات تنام شبه عارية، الشيطان يبص لها من بعيد يعشقها، ويبقى بعد كده في بعد كده يمتلكها، مش هيدخل جواها زي ما احنا بنقوله، لا ده بيمتلكها، بيمشيها طوقه هو، تبقى قاعد معاها كده وتكلمك في امور وراحه منك خالص. ويروحوا بقى الجماعه الدجالين يجيب لك حته عصا وينزل في البنت اللي قدامه طخ ضرب 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 ضرب، واحيانا في بنات بتموت وشباب بيموتوا واولاد بيموتوا من كل، يقول لك انا بطلع الجن منه، يا اخي ده انت ان شاء الله يجي لك جن ياخد اجلك، ده انت دجال وانت اصلا لا تفهم في الدين ولا ليك في الدين، ويجيب لك حته عصايه كده وينزل ضرب، اطلع لازم تطلع، اطلع من رجلها، اطلع من عينيها، اوعى تطلع من عينها، اطلع من عارف من صباحها الصغير، وكله كلام فاضي، اوعى تصدق الهجس اللي بيعملوه، لا، ويقول لك هاتي لي مش عارف زعفران، وهاتي لي مش عارف ايه، وهاتي لي ديك اذبحه، وهاتي لي مش عارف خروف، وهاتي لي مش وكل الامور اللي بيعملوها الجماعه الدجالين دول، هم عاوزين قطع رقابهم، دول عاوزين يقدموا للحاكم والحاكم يقطع رقبتهم، لانهم هم بيزودوا الطينه بله كمان على المريض. ما ها واحده تروح لواحد تقول لو سمحت انا عاوزه فلانه دي هي اكرهها في جوزها، حاضر، يروح عامل لها عمل رشيه قدام الباب كده، تخط عليه تلبسها العفريت ده، الغلبانه تخط خلاص. بس في امور معينه لازم نعرفها علشان خاطر ننجو من الامور دي. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين. الانسان اللي يقعد قدامك تلاقي عينيه بريق عينيه بيلمع، تلاقي عينيه دي هي سرحانه منه خالص، تلاقيه كان قاعد معاك عادي بعد كده اتقلب لشخص تاني، تلاقيه شنك كده صوابع وقفت رجليه وقفت مش قادر يتكلم، تلاقيه برضو احيانا كده تلاقيه عمل امور مش طبيعيه، جامع على حلو كده هو وعمل امور مش طبيعيه، ده تعرف ان ده انسان مسحور او بنت مسحوره، يا اما عن طريق زي ما قلنا سحر انه بيرش، انه بيشم، انه بيعمل طلاسم وبتاعه بيعملها والعياذ بالله بتمام معينه بيديها للناس، بيجيبها مثلا يحطها جوا قبر، بيحطها مثلا يعلقها في شجره فوق كده كل ما الهواء يهزها الامور تبقى مش كويسه، كل الامور دي معروفه عند الناس السحره الكفره وبيصاب منها الكثيرين. بس مين اللي ما بيصابش منها؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فقالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قال بل القوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سبحان الله. السحرة لما جم لسيدنا موسى سحروا أعين الناس، لأن الساحر بيعمل إيه؟ بيسحر عينيك أنت. هو بالنسبة له ماسك العصاية أو الحبل، عصاية قدام هو ماسك عصاية، لكن أنت شايفها إن دي تعبان. ما هو سيدنا موسى قال ايه؟ يخيل اليه لسيدنا موسى من سحرهم انها تسعى، يعني سيدنا موسى شاف العصي بتاعتهم والحبال انها تعبين برضه. يعني هم بيسحروا عينيك قبل ما يعملوا السحر يسحروا عينيك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان سيدنا موسى نفسه شاف الحبال دي انها تعبين. والدليل انه فاوجس منهم خيفه، خاف لما شاف كل الحبال دي أكتر من 30,000 حبل قدامه ولا عصاية قدامه بقت كلها تعبين، الوادي كله بقى كله تعبين. الله، يبقى لا ده سحر. سيدنا موسى نفسه شافهم تعبين. يبقى الساحر بيسحرك أنت في الأول، فلذلك سيدنا موسى شاف كده إن دي تعبين، فأوجس
خاف من الموضوع ده، ربنا قال له لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. العصاية اللي في ايدك دي ارميها، هتبص تلاقي 30,000 عصا ولا 70,000 حنش ولا تعبان اللي قدامك دول، العصاية بتاعتك هتبلعهم كلهم. فالسحرة لما شافوا الموضوع ده قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقعد بقى يهدد فيهم، لكن هم لما لقوا إن اللي عملوه ده سحر وعصاية سيدنا موسى حقيقة، قالوا لا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا له لا، ده اللي احنا شايفينه ده، دي حدا مش سحر، ده حقيقة، دي العصاية فعلا تعبان. عصاية سيدنا موسى حطت دجنها على الأرض، زي ما بنقول باللغة العربية العامية، حطت دجنها على الأرض ورفعت الشفة العليا، وكانت ماشية تكسح لما بلعت كل العصو والحبال دي. يبقى أصبح هنا السحر ده بيسحر الناس وبيقلبوا الحقيقة، بيقلبوا الخيال على إنه حقيقة، وهو في الأصل خيال مش حقيقة أبدا، بس يعني أنت بتشوفها كده. سبحان الله العظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. يبقى اللي بيتسحر العينين. طيب النجاة، النجاة إنك ترجع لربنا وتتمسك بربنا تاني، إن أنت ترجع لربنا وتقرأ القرآن وتصلي وتتقي ربنا، تاكل حلال، تبعد عن الحرام، ان انت كل صبح في الصبح وفي الليل تقرأ الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وتقرأ أيضا آخر ثلاث آيات من سورة الحشر، وتقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وأن تقرأ سورة البقرة ويوسف. هتقول أنا ما أقدرش أقرأهم، اسمعهم بودنك، اسمعهم من المسجل، اسمعهم من أي حاجة. يبقى البقرة ويوسف، وإن استطعت أيضا أن تقرأ الجن. يبقى أنا عاوزك بس، والزلزلة وقل يا أيها الكافرون. عاوزك بس أهم حاجة تبقى على وضوء باستمرار. في آيات للسحر معينة مش هتقدر تحفظها، بس عاوزك تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات في الصبح وثلاثة بالليل. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر، ثلاث مرات في الصبح وثلاث مرات بالليل. يبقى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات بالليل. حافظوا على دول، ارجوا ولادكم دول، لأن ولاد الحرام ما سابوش لولاد الحلال حاجة، لأن الناس اللي بتضر أصبحت كتيرة. اللي بنشوفه من البنات النهاردة، الإنسان بيبكي لما بشوف بنت بتقول لك ده أنا بشوف بعيني حاجات، ده بيعملوا كذا، دول قدامي، دول ما بيسيبونيش، دول وقاعدة تتشنق قدامك وصابعها تروح وتيجي ورجلها تخبط شمال ويمين. حاسبوا، حاسبوا على نفسكم وولادكم، وارجوا ولادكم الصبح وبالليل، وعلموا ولادكم ازاي يرجوا نفسهم، وقولوا التحصينات الصبح وبالليل. كل ده افساد في الارض، عاوزين نصلح يا اخوانا، ربنا اصلح الارض واحنا اللي بنفسدها بايدينا. نسال المولى جل في علاه ان يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اكفنا شر من لا نطيق شره، اللهم اكفنا شر من لا نطيق شره، اللهم اكفنا شر السحره يا رب العالمين.
واكفنا شر العين والحاسد يا كريم. اللهم حصن بناتنا يا رب العالمين، وحصن أبنائنا وزوجاتنا يا كريم. اللهم حصننا من الشيطان الرجيم. اللهم اكتبنا عندك من الذين رضيت عنهم في الدنيا وفي الدين. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا ومصرنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشيخ